استاذ احمد السيد، السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بيك يا استاذ عبد الناصر، تحياتي ليك وتحياتي لكل متابعينا. استاذ احمد السيد، هل هناك ردود افعال على ما قاله الاستاذ عصام شلتوت في النادي الاهلي وتويتت المستشار اول يعني مدر. يمكن ما فيش يعني يمكن ما فيش رد رسمي طبعا في النادي الاهلي، لكن اكيد كل وسائل الاعلام وكل الناس بتتابع طبعا ما كتبه المستشار تركي الشيخ، وفي نفس الوقت ردود الافعال حول ما قاله الاستاذ عصام شلتوت. لكن يبدو ان كلها في وجهات النظر زي ما حضرتك قلت، ربما يكون ليها ابعاد ثانيه، لكن في الاخر اللي عايز اقوله عصام شلتوت، الاستاذ عصام شلتوت وقيمه وقامه، هو عبر عن وجهه نظره وليست وجهه نظر النادي الاهلي، فنتفق نختلف معاها، ربما زي ما حضرتك بتقول يكون في ابعاد ليها ثانيه، ربما يكون في تدخلات، ربما يكون في مشاكل اخرى، ولكن في النهايه يعني اكيد في خلاف وجهات النظر. احنا زي ما حضرتك بتقول كده، احنا يهمنا في الاخر العلاقه تكون محترمه، العلاقه تكون كويسه، مش عايزين نرجع مشاكل قبل كده، في الاخر يعني الامور واضحه للكل، واكيد النادي الاهلي يعلم الامور بشكل كويس، وكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره بيدرسوا الامور بشكل كويس، نفس القصه المستشار تركي آل الشيخ، فيمكن الحمد لله الامور بقت كويسه ومفيش توتر في العلاقات والدنيا كويسه وكلنا مستنيين اهو الدوري والكوره والامور ترجع احسن من الاول. لكن اكيد طبعا الاستاذ عصام شلتوت وجهه نظره يعني هو حب يعبر عليها، نتفق نختلف معاها، هو المسؤول عنها. وبشكرك برضو ان انت جبته معانا على الهواء ووضحت وجهه نظره والمشاكل اللي موجوده في قناه الحدث طبعا، واكيد هيكون ليك يعني استفاضه فيها علشان يتضح كل الامور. لكن اكيد طبعا انا معاك ان مهم ان الفتره الجايه لا محتاجين في هذا التوقيت، مش وقت ان احنا نتكلم في حاجات زي كده، فهذا التوقيت مهم ان احنا نتكلم على عوده النشاط الرياضي، نتكلم على عوده الصالح العام، نتكلم على عوده الاستثمار الرياضي، وبعد كده نبدا نتكلم في امور ثانيه. اللي بص يا استاذ احمد، الكلام بوتر، اذا كان كلام الاستاذ عصام شلتوت على كان خاطر التويت اللي قالها الموسيقار تركي آل الشيخ الوضع في الصرف بعد كورونا قبل كورونا، كان لابد ان يقول ان الراجل كتب بعد البوست ده بوست ملحق قال فيه ولكن المرية لم يتأثر، واحنا عملنا حلقة وقلنا الموسيقار تركي لما قال المرية لن يتأثر أثر كانت جماهير النادي الأهلي تتمنى أن يقول وأنا في ظهر الأهلي على كان لا يتأثر بجائحة كورونا، وأن الأهلوية مستنين منه الكثير. حصل مننا الكلام ده ولا ما حصلش؟ حصل. طيب النهاردة أنت التوقيت ليه وبتزج باسم الأهلي في وترجع عبد الله السعيد ومش عارف إيه ليه، وليه الزمالك دلوقتي؟ ما احنا لما جينا اتكلمنا عن ده وهجمنا اللي اتعمل في الزمالك، ان اتهاجمنا. يعني انا بتكلم احنا واضحين، اول ما كنا بنتكلم كانت الناس دي بتهاجمنا، جينا دلوقتي بنتكلم بنسالهم ليه التوقيت، يروح يقول لك بيحرك قواته ضدنا. لا الامور ابسط من كده طبعا، وكل واحد له الحق انه يعبر عن وجهه نظره، لكن انا معاك ان انت بتقول التويت المناسب، بتختار التويت الصح في ظل توقف النشاط الرياضي والازمات اللي بيعاني منها كل الانديه، اكيد التفكير في حاجات ثانيه دلوقتي اهم، احنا بنتكلم في الصالح العام. فيعني اكيد بتفق معاك في التوقيت، من المفترض ان بس ده اللي انا بتكلم فيه، نتكلم في حاجات احسن من ده يعني. وبعد كده التوقيت وما اعطى للموضوع اثاره ما كتبه الموسيقار تركي آل الشيخ. انت تعلم ان الموسيقار تركي آل الشيخ عندما يكتب في شيء بيراه سلبي هو صاحب قراره، بيكتب وبيقول انا في لسان ومعايا ايد وارد على اي حد، يبدو حاله غضب من الموضوع. حصل ولا ما حصلش؟ حاله الغضب دي قلنا ليه في هذا التوقيت؟ انا بعت رساله للمستشار محمود العسال بكلمه كمتحدث كمستشار قانوني لقناه الحدث اليوم، لان الموضوع عمل ازمه، جت لي رساله دلوقتي ان في ازمه كبيره في قناه الحدث اليوم بسبب هذا الموضوع، وان مطلوب شيل الفيديو وحاجات زي كده. برضو كنا عايزين نسمع راي القناه، المستشار محمود العسال انا بعت له رساله، لو رد عبال ما اتكلم عن اتصل بيه، لو ما ردش الراجل برضو له الحريه المطلقه، احنا بنكلم الناس على الهوا مش مرتبين مع حد. اتفضل يا استاذ احمد. اتفق معاك تماما، انا برضو يعني اكيد زي ما حضرتك تعلم وانت بتقول استاذ عصام شلتوت تحدي له قيمته، وانا عارف العلاقه المحترمه اللي ما بينكم، فدي حاجه طبعا اكيد يعني تحسب، واستاذ عصام شلتوت واستاذنا كلنا، ولكن في نفس الوقت يعني هو لما قال اعتقد هو طبعا بيعبر عن وجهه نظره الشخصيه، فهو ليس متحدثا عن النادي الاهلي او ما شابه ذلك،
لكن انا بتفق معاك برضو على التوقيت، ربما يكون خانه التوقيت، ربما يكون كان من المفترض يتكلم بابعاد تانية لكن الامور ما كانتش واضحه، او السياق التاخد بشكل عام. يعني على العموم اكيد موضوع ابسط من ده كله، لكن زي ما حضرتك بتقول يمكن الكل تحدث عنه في الساعات الماضيه وفي الساعات الاخيره. لكن برضو هاخد كلمات استاذ عصام شلتوت اللي نهى بيها حوارك معاه. مصر كبيره، السعوديه كبيره، الدولتين دولتين كبار، الموضوع ابسط من ده كله. حتى لو في خلاف وجهات النظر ففي الاخر يعني لهذا لا يقلل من قيمه اي حد يعني. طيب الاستاذ عصام شلتوت يعمل في منظومه النادي الاهلي، هذه معلومه مؤكده على الناس اللي بتقول لي اكد المعلومه، يعمل في منظومه النادي الاهلي. واذا كان ساب المنظومه الاعلاميه في النادي الاهلي اقول لكم ساب المنظومه، لكن معلومه مؤكده ان الاستاذ عصام شلتوت يعمل في المنظومه الاعلاميه للنادي الاهلي. المعلومه دي اللي تعبت الناس كلها لما انا قلتها، بس ده اللي انا قلته. انا لو شغال في المنظومه الاعلاميه للنادي الاهلي او شغال في المنظومه الاعلاميه لنادي الزمالك، ينفع ايا كان موقعي اني اتحدث بشيء يضر النادي او جماهيره؟ ما ينفعش. لكن الاستاذ عصام شلتوت يعمل في المنظومه الاعلاميه للنادي الاهلي، هذه معلومه لا شك فيها. بس والاستاذ جمال جبر الراجل قال مش هقدر اعمل مداخله، لان يبدو برضي انا فوجئت على فكره على الهوا، انا فكر ان انا الوحيد اللي بتكلم في الموضوع، فوجئت يا احمد ان مصر كلها بتتكلم في الموضوع انا مش واخد بالي. اه والله العظيم. اتفضل، ماذا لديك من اخبار في النادي الاهلي؟ وحقكم عليا لو انا زعلت حد فيكم، بس عشان انا اتناقشت مع حد الاستاذ عبد الستار علي وبعض الناس، فانا اسف لو كان حد زعل مني ولا حاجه. اتفضل يا احمد. لا اكيد طبعا، يعني الناس كلها بتحرص على متابعتك، فالناس كلها بتحبك. في نفس الوقت اكيد كل الاهلاويه اكيد من حقهم طبعا يشوفوا قيمه النادي الاهلي في اعلى شيء، وبرضه الاستاذ عصام شلتوت قيمته محفوظه، واكيد المستشار تركي الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الاهلي وله قيمته، مش بس يعني السعودية، لا وله قيمته عند كل الأهلاوية. وبالتالي الموضوع يمكن زي ما حضرتك قلت خلاف وجهات النظر وارد، الأمور ما كانتش واضحة، التوقيت كل دي واردة، لكن في الآخر كل منهما له قيمته وله احترامه. يمكن حتى جماهير النادي الأهلي يا أستاذ عبد الناصر أكثر من موقع وأكثر من جروب على السوشيال ميديا كانوا بيساندوك ضد الحملة المغرضة اللي حصلت بسبب صورة شيكابالا من فابريكا واللي انتشرت يعني على احدى بص نادي الزمالك او المنتميه لجماهير نادي الزمالك، لكن طبعا صوره من فابريكا. فاكيد اكيد يعني جماهير النادي الاهلي تعي دايما لهذه الحملات. يعني عموما يا ابو حميد جماهير الاهلي فوق دماغي، وانا قلت هم بيقولوا مش كبير مشجعي الاهلي. يا جماعه انا لما اشتغلت في المهنه كل واحد من جمهور النادي الاهلي كان ليه فضل عليا، واي حد بيشجع الاهلي شرف لي انه يشجع النادي الاهلي. بس انا قلت كلمه، بدل ما تحاربني روح شوف انت الخطيب فين وانت فين، شوف الاهلي فين وانت فين. انت ده في اعلى عليين وده في اسفل سافلين من حيث الاداره. روح بص لنفسك، انا اللي دلوقتي اللي بعمل مصايب ولا انت اللي بتعمل؟ يعني بص لحالك. انا الحمد لله لا اذكر الزمالك بمكروه ولا اذكر جماهير الزمالك بمكروه. انت بتعايزني اتكلم عن مساوئ اداره؟ طب ما تروح تهدي حال الاداره الاول. تيجي تقول لي وهو الاهلي اللي بيديروا انبياء، طب وانا اعمل له ان الاهلي ما فيهوش اخطاء؟ ما لما كان في اخطاء كنت بتكلم فيها. اروح اشكل مع الخطيب ومجلس الاداره اقول لهم اعملوا مصايب زي مرتضى منصور عشان اتكلم فيها عشان الناس تصدق ان عندكم مشاكل؟ حاجه غريبه دي والله. في يا حبيبي حاجه في النادي الاهلي، اقسم بالله قدام الناس في مشكله في النادي الاهلي خبناها عن الناس يا احمد؟ لا خالص. طب مش بنتكلم انا وانت بقول لك اي حاجه نتكلم فيها نخترع مشاكل في الاهلي يعني؟ وياما اتكلمنا، عمرنا ما حطينا حتى خطوط ولا حطينا اي مشاكل، حتى لما بنختلف على الهواء وكل واحد يبقى عنده مصادره وبنتكلم، فاحنا يمكن في مساحه واسعه كويس ان احنا نتكلم بمنتهى الامانه، ما حدش بيملي علينا حاجه ولا عمرنا الحمد لله يعني حد بيملي علينا حاجه، الامور واضحه والاخبار منتشره وبنرجع لمصادرنا وبنتاكد، ولو في حاجه الحمد لله بنحاول ننفرد بيها وبنغطي تغطيه الحمد لله يعني شايف مردودها مميز عند الناس. فنتمنى ان احنا نكون عند حسن ظن الناس. بس طيب اتفضل يا استاذ احمد.
يعني نتمنى الامور تبقى احسن واحسن الفتره الجايه، والامور تبقى اهدى. يعني يمكن احنا شفنا الدوري الالماني كوره بترجع، نتمنى نشوف الدوري المصري كمان الامور بترجع. ويمكن يعني معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي كتب عبر الفيسبوك ونفى موضوع ان تم الاتفاق على الغاء مسابقه الدوري العام، ولا يوجد اي قرارات من قبل الوزاره لالغاء اي نشاط او بطوله حتى الان. وندرس مع وزاره الصحه كافه الاجراءات الاحترازيه الملزمه في حاله تنافى اي نشاط رياضي او فتح مؤسسه رياضيه للعرض على لجنه الازمات بمجلس الوزراء فيما يخص جائحه كورونا، وفي حاله وجود اي قرار سوف يعلن رسميا من خلال مجلس الوزراء. تمام. ونتمنى الخير لكل رياضي رياضي مصر، وطبعا نعي حساسية القرار ونتأنى في دراسته مع جميع الهيئات المعنية. هذا ما هو كتبه، هذا ما كتبه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللي بيأكد خبرنا إن كان في اجتماع خلال الساعات الماضية ما بين الدكتور أشرف صبحي وكابتن محمود الخطيب، وكابتن محمود الخطيب أيضا التقى بعض المسؤولين من مديرة الصحة المصرية وبعض المسؤولين حول عودة النشاط الرياضي والإجراءات الاحترازية التي من المفترض اتخاذها مع عودة النشاط الرياضي، وكيفية الأمور هتدار ازاي في الفترة القادمة. وإن كان ما زالت الأمور مطروحة، البطولة هترجع البطولة مش هترجع، لكن كل الناس بتتكلم على عودة النشاط الرياضي من جديد. ربما خلال الساعات الماضية يعني كان في اجتماعات، وأيضا خلال الساعات القادمة يكون في اجتماع لحسم هذا الملف بشكل نهائي. يمكن الدوري الألماني رجع والناس كلها عايزة تستفيد من هذه التجربة، تجربة الدوري الألماني. ولو تسمح لنا نتكلم حتى في نهاية المداخلة اتفضل. عن الدوري الألماني والنتائج والأمور بترجع إزاي، لكن في النهاية النادي الأهلي بيدرس كل الخطوات علشان عودة النشاط الرياضي وعودة بطولة الدوري العام من جديد. طيب باقي الأخبار في دقايق يا أحمد، عشان نلحق صلاة التهجد لو سمحت. حاضر، يمكن خلال الأيام هيتم الإعلان رسميا عن تجديد مستر فايلر مع النادي الأهلي بعد الإتفاق على كل الأمور. يمكن برضه النادي الأهلي يأكد رفضه رحيل حسين الشحات بعد ورود بعض أنباء أو بعض الصحف العربية قالت إن هيكون في عرض عربي مميز جدا لحسين الشحات في الفترة القادمة. النادي الأهلي يأكد إنه لن يتم التفريط في حسين الشحات. في نفس الوقت استمرار الاجتماعات ما بين لجنة التخطيط ومستر فايلر علشان حسم كل الملفات استعدادا لاستئناف بطولة الدوري العام. صالح جمعة وكهربا يمكن نشروا بعض الصور وهم بيتمرنوا استعدادا لعودة التدريبات، نفس القصة علي معلول. كل الناس بتستغل الفترة دي من أجل يعني التأكد من جاهزيتهم قبل استئناف النشاط الرياضي. في نفس الوقت الأهلي بيستعجل من الاتحاد المصري لكرة القدم تكاليف علاج حمدي فتحي اللي كان مصيب يعني تبع المنتخب، وبالتالي الأهلي بيبعت كل الفواتير علشان يسترد قيمة علاج حمدي فتحي. ايضا كان في قرار من الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره بمنع اللاعبين من الحديث لاي وسيله اعلاميه خلال الفتره القادمه لاجل غير مسمى. طيب في اي اخبار تاني؟ يعني برضه مهم ان احنا نوضح يعني الكابتن محمد فضل يعني عضو اللجنه الخماسيه، يمكن كان العمري فاروق الاستاذ العمري فاروق رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، يعني يمكن كان في تصريحاته مع كابتن احمد شوبير يعني كان بيتكلم عن انتقاده لكابتن محمد فضل، وقال ما ينفعش يرشح اسم معين لرئاسه النادي في الفتره القادمه، ده في مجلس اداره وفي مجلس اداره متواجد حاليا، فالتصريح ده ما كانش موفق. هو يقصد ان محمد فضل قال ان الفتره القادمه لما سئل يعني انت تترشح للانتخابات وممكن تبقى رئيس النادي الاهلي، قال في جيلي يبقى حسام غالي هو الافضل. فمحمد فضل كتب عبر تويتر وقال كل التقدير طبعا لمعالي الوزير الاستاذ العمري فاروق، لكن انا بس بوضح انا لما سئلت عن هذا المنصب قلت ابن ابناء جيلي حسام غالي هو الذي يستحقها كانسب كادر في جيلنا، لكن احنا بنقيم كل تقدير واحترام للمجلس الحالي. وانا حتى ضربت مثال ان ما ينفعش حد يقف قدام الكابتن محمود الخطيب زي ما حدش كان يقدر يقف قدام الكابتن حسن حمدي والكابتن صالح سليم، دي مبادئ في النادي الاهلي، وانا ما تحدثتش عن ترشيح قادم او انتخابات، لكن في النهايه انا بتعلم من حضرتك. فمحمد فضل يرد على الاستاذ العمري فاروق بشيء من الاحترام، وكل منهما يتقبل وجهه النظر الاخر. برضه مهم ان نطمن الناس، باهر المحمدي لاعب الاسماعيلي يمكن حادث بسيط والامور تمام، وده يعني تاكيدا لكلامنا ومحادثاتنا في الفتره الماضيه. رئيس الاسماعيلي المهندس ابراهيم عثمان نفى تفريط في باهر المحمدي وقال ان كلها اخبار مغلوطه وان يمكن بس الناس عليها تاني في مثل هذه الامور، لكن اكيد باهر المحمدي قضيه كبيره وملف كبير هتاخد يعني من وقتنا كتير الفتره القادمه. طيب عايز ارد على حاجه اخيره، خلصت يا ابو حميد كده؟
اه طبعا. شكرا جزيلا ابو حميد.